ليش بكفي وبكفي مع أكبر صانع سيارات بالعالم ومع آخر بيبي بورن عنده يلي هو تويوتا FT86 Open Concept. Yes, الـ 86 today is topless. فمن بعد نجاح طراز الكوب عالمياً قدمت تويوتا موتور كومباني الفئة كابريو من 86 بجنيفا موتور شو 2013. أكيد ناطرين نشوفها على الطرقات ونجربها بموتور شو. بعد نجاح تويوتا 86 سبورت كوب يلي بتتميز ببوكسر انجن ورير ويل درايف مع كابل لأربع أشخاص، كشفت تويوتا عن أوبن كونسبت هدفها تحافظ على كل المواصفات المعروفة مع إضافة الأوبن روف درايفينج بلاجر. هالشوكة بتتميز بلونها الأبيض وتحديداً البرايت وايت من الخارج مع نيفي بلو داخل المقصورة. السقف مصنوع من الجلد وهو من توقيع تويوتا بوشوكو ميلان ديزاين. بالنسبة للانتيريور لجأت تويوتا لخدمات ميلان مع استخدام كبير للجلد وعناية دقيقة بستيتشينج. ومن ضمن اللمسات الحلوة جولدن يلو كاربت بتزين أرضية 86 أوبن كونسبت. صممت هالسيارة لتأمين الديناميكية والأداء تبع GT86 ولكن بسيارة مكشوفة، ومشان هيك جربوا المهندسين يحافظوا على وزن خفيف قدر الإمكان. واقتصر الدعايم الحديد على فريم الإزاز الأمامي وعلى أوطى جزء من البلاتفورم. وبما أنه السقف المتحرك هو سوفت، حافظوا المهندسين على 2x2 سيتينج مع تأثير كتير بسيط على سعة الصندوق. وما في تغيير بالقياسات مقارنة بالكوب، مع طول 4 أمتار و24 سنتيمتر وعرض 1.75 سنتيمتر. استبدال الهارد توب بفابريك روف بيتكون من عدة طبقات، وهالمالتي لاير روف مخصص لتأمين عزل صوت كبير داخل المقصورة وعزل حرارة كمان، وهو بينطوي كهربائياً بسهولة كبيرة وبينضب وراء المقاعد الخلفية. وللمحافظة على رؤية واضحة للدرايفر تم تزويده بجلاس ويندو. هالكونسبت استفادت من نفس البلاتفورم والباور ترين المستخدمين بالكوب، وبالتالي البوكسر انجن هو فلات 4 سعة 2 لتر مع دايركت انجكشن تكنولوجي. وهالمحرك الصغير بس العصبي بيتصل بمانيوال او اوتوماتيك ترانسميشن واثنيناتهم من 6 سبيدز، وبينقلوا التورك للدوليب الخلفية. وبفضل سسبنشن ببرمجة رياضية مع كومبوننتس مدروسة لتأمين دايركت هاندلينج فيل، بيشعر السائق بالسيطرة والتحكم. بيتميز الإلكتريك باور ستيرينج بكويك ريشيو، يعني بسرعة استجابة كبيرة. بتضمن الديسك بريكس بحجمها الكبير وبتهوئتها الداخلية فعالية عالية بالحالات الطارئة. ومن خلال العناية بالفييكل ريجيديتي وتوزيع الوزن والايروداينامكس، ضمنوا المهندسين بالانس ليفت لل 86 اوبن كونسبت، حتى انه الفابريك روف الخفيف كان له تأثير ايجابي على السنتر اوف جرافيتي. ولا يلي عم يتساءلوا اذا تويوتا رح تنتج هالاوبن فيرجن من 86، ما في أي قرار بعد، بس عم بيتم دراسة ردة فعل الناس على الأوبن كونسبت لتقدير إمكانية النجاح. وإذا كانت النتائج بوزيتيف توقعوا بالمستقبل انضمام GT86 Convertible لمجموعة سيارات تويوتا. It's going to be insanely hot outside today. We got some temperatures rising well over 100.
Please stay inside today. Try to keep